رفوف المحال التجارية مليئة بعشرات الأصناف من التوابل والصلصات المختلفة. نحن نضيف المايونيز والكاتشب والصلصات المختلفة إلى أطباقنا، مما يجعلها أكثر جاذبية وقبولاً. بين كل هذه الأنواع يوجد صنف تميز بأهميته منذ القدم، وهو الخردل. اليوم في برنامج صنع في أوكرانيا سنتحدث عن كيفية صنع صلصة الخردل في أوكرانيا، وسنكشف لكم عن أسرار إنتاجها. اكتشف الخردل في العصور القديمة، وتفيد بعض المصادر إلى أن بذور الخردل استخدمت منذ آلاف السنين في المطبخ الهندي، لكن في روما واليونان القديمة لم يكن يحظى بشعبية. ومع ذلك كان الرومان يجلبون بذور الخردل إلى فرنسا، ومن هناك بدأت تنتشر صلصة الخردل. وبحلول القرن التاسع بدأت العديد من الأديرة الفرنسية بإنتاج وبيع صلصة الخردل. صلصة الخردل الصفراء يدخل في تكوينها العديد من المواد، مثل بذور الخردل الأبيض والفلفل الحلو والكركم والملح والماء والخل الأبيض. والكركم تحديداً هو الذي يضفي على الصلصة اللون الأصفر. لإنتاج صلصة الخردل في هذه المؤسسة يستخدمون مسحوق الخردل المعد مسبقاً، ويحوي بذور الخردل المسحوقة الجاهزة لخلطها بالماء والخل. مسحوق الخردل يصب ثم يغربل، وذلك لإزالة جميع الشوائب التي يمكن أن تتسرب إلى المسحوق خلال عملية طحن البذور. ثم يخلط المسحوق مع الماء. بعد أن يصبح الخليط متجانساً، يضاف إليه الزيت النباتي والسكر والملح والتوابل وغيرها من المواد وفقاً لتكنولوجيا التصنيع. يمزج الخلاط الخاص هذه المكونات بعناية، والهدف من هذه العملية تحقيق التجانس في الخليط. وبعد ذلك ها هي صلصة الخردل جاهزة للتعبئة. هناك أنواع أخرى من الخردل، على سبيل المثال الديجون، والتي يستخدم في إنتاجها أنواع أخرى من بذور الخردل. في هذه المؤسسة وإلى جانب صلصة الخردل تنتج صلصة الفجل الحاد، والتي تعد من الصلصات الشعبية في أوكرانيا. عملية إنتاج صلصة الفجل الحاد بسيطة جداً، ومع ذلك تخضع جميع المواد الخام والمنتج النهائي لفحوصات مخبرية شاملة. الفنيين يتحققون من المعايير المطلوبة، مثل درجة الحموضة وتركيز الكلوريد والسكر وغيرها، وهذه التحاليل تجرى باستخدام كواشف خاصة. العنصر الرئيس هو جذر الفجل. بعد تسليمه للمؤسسة والانتهاء من جميع الاختبارات المعملية يغسل جيداً وينظف. توضع جذور الفجل في اسطوانات دوارة خاصة، ويوجه عليها تيار شديد من الماء يعمل على إزالة التراب والشوائب الأخرى، ثم تزال القشور وتصبح جاهزة للطحن. المؤسسة تنتج صلصة الفجل مع البنجر، فالجذور المقشرة تخلط مع البنجر في وقت واحد في خلاطات كبيرة. يتم نقل المنتج إلى عبوات كبيرة، ومن ثم تعبأ الصلصة الجاهزة للأكل في علب صغيرة بحجم 125 إلى 170 جراماً. قبل ذلك يتم تعقيم العلب. وبعد استكمال عملية التعبئة ترسل إلى المستودع. هذه العملية البسيطة لتصنيع واحدة من أكثر الصلصات الشعبية في أوكرانيا، وقريباً جداً سوف تكون صلصات الفجل والخردل على موائدنا لإضافة نكهات جديدة لأطباقنا.